سعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم رائد الاعمال الاماراتي الشاب الاستاذ حميد الشامسي، صاحب ومؤسس محمصة وكافيه انفينيت باشن كوفي. اهلا استاذ حميد. اهلا مرحبا اخوي. بداية نشكر تواجدك الكريم معنا، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك. السلام عليكم، اخوكم حميد الشامسي، مؤسس مقهى انفينيت باشن. كبدايات حبينا في اول شيء في تحميص القهوه، كان مشروع منزلي، فالحمد لله يعني مع الايام بدينا المشروع. اول شيء كانت فكره بالنسبه لي اني اسست اول حماصه، كفكره جتني يعني، فسبحان الله كنت مع الوقت كنت اجرب يعني احمص واجرب عند الاصدقاء، واحيانا اوديها لاصحاب خبره في التحميص فكان يعطوني ارائهم. مع اكتساب الخبره هاي الحمد لله بعد فتره حسيت عمري متمكن نوعا ما في مجال التحميص، فقررت اني في سنة 2020 شهر واحد اني اخذ لي اول حماصة وتكون كمشروع منزلي كبداية. فالحمد لله طلبنا الحماصة وبدينا المشروع في يناير في 2020، والحمد لله بدينا كتحميص يعني ككميات. اللي كان يميز يعني الحماصة هاي من نوع الحماصة الهوائية، والتقنية اللي فيها تختلف عن تقنيات الموجودة التقليدية بالحماصات اللي هي الدرم روستر المعروفة. فالحمد لله يعني إقبال الناس على التحميص وحتى طريقة التحميص عجبهم يعني جدا. فالحمد لله يعني مع الوقت الناس قامت تقبل أكثر على القهوة. الحمد لله خلال سنة يعني دخلنا يعني غطينا التكاليف اللي علينا لله الحمد لله. ما شاء الله. أستاذ حميد، لو حبينا نحكي عن المشروبات أو المأكولات اللي بتقدموها داخل المحمصة والكوفي. نعم، نحن قبل ما نبدا مجال يعني الكوفي شوب كان عندنا اول شيء اللي هو مختلف انواع البينز، بما ان اول شيء بدينا كتحميص، فكان اول فتره اللي هي اول سنتين اعتبر فتره تاسيس كانت التحميص، فكانت فقط اللي هي مجال الروستنج اكثر شيء التحميص، فكنا نوفر اكثر من 10 انواع مختلف انواع البينز القهوه يعني في مختلف البلدان، مثل البرازيل، هندوراس، عندك قهاوي من اثيوبيا، مثلا بروندي، قهاوي من صوب اسيا، مثلا عندك قهاوي من اندونيسيا. فالحمد لله كان في مختلف بلدان يعني ما شاء الله. استاذ حميد، لو حبينا نحكي عن التميز، كيف تميزت انت والكوفي بتقديم الخدمات او المنتجات عن بقيه الكافيهات الموجوده داخل الدوله؟ طبعا احنا دائما نتبع المعايير العالميه للقهوه المختصه، فهي من ناحيه التحميص ومن ناحيه ايضا تحضير القهوه، تقدر تقول من القطف اللي من المزارع اللي ناخذ من عندهم القهاوي لين الكوب لين ما نوصل للزبون، اللي همنا الوحيد اللي هو نوصلهم اعلى جوده. حاليا يمكن مش همنا كثير في موضوع الربح حاليا، اللي هو همنا نوصل الجوده العاليه باقل تكلفه للزبون يعني. ما شاء الله. استاذ حميد، لو تكلمنا عن المستقبل، ما هي الرؤيه المستقبليه والخطط المستقبليه للكوفي؟ نعم، حاليا احنا الحمد لله عندنا خطه اللي هي كل سنتين تقريبا، اول سنتين بديناها كتحميص، مجال التحميص الحمد لله توفقنا فيها لله الحمد، والحين من في سنة 2022 في شهر 5 بدينا مشروع الكوفي شوب اللي حاليا موجود في القرهود. فالحمد لله الحين عدينا مرحلة يعني، ففي هالمرحلة بإذن الله راح نطور في هالمجال إن شاء الله، وإذا الله يسر يعني في خطة مستقبلية بعد سنتين من بدينا الكوفي شوب أن نتوسع أكثر، نسوي نوفر كوفيات في أفرع ثانية في كذا كذا في كذا منطقه في الدوله ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى لكم الافضل. استاذ حميد، استاذ حميد، من خلال خبرتك في مجال البزنس وانت احد ابناء الامارات، ما نصيحتك للشباب الاماراتي خصوصا والمستثمرين في الدوله عموما، من اللي عنده اهتمام يقدم بزنس او ينشئ عمل داخل الدوله؟ نعم، انا اول شيء دائما اوجه الشباب يعني توم بيبدون بزنس، اهم شيء يركز على الجوده عندك، الكواليتي كبرودكت اللي عندك، دائما اعط اعلى كواليتي تقدر عليه، ويعني باسعار معقوله يعني بحيث ان الزبون ما ينفر منك يعني. ثاني شيء دائما تستمر في الكواليتي هذا، يعني مش انه في اول فتره تعطي كواليتي بعدها يصير دروب عندك وراح ياثر في البزنس التالي عندك بالاخير. اخيرا استاذ حميد، نبي نعرف كيف ساهمت حكومه الامارات وحكومه دبي تساعد الاستاذ حميد ليوصل للنجاح اللي وصل له اليوم. الحمد لله هي هناك عديد مشاريع دعم الشباب يعني بشكل عام عندنا في الدوله، فهاي ساعدتنا كثير في تسهيل امورنا كفتح نشاط في البزنس وهالامور.
والحمد لله موضوع بعد الأمن والأمان عندنا في الدولة لله الحمد يعني حكامنا مقصرين موضوع الأمن والأمان، هذا شيء يعني عطى انطباع جدا جدا طيب على موضوع البزنس وتطوره يعني مع الوقت لله الحمد. أخيرا أستاذ حميد بنخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا نعم. مع الكوفي نعم. ممكن تواصلون دايركت على الكوفي شوب، عندنا في رقم الخاص اللاند لاين عندنا، او تواصل عن طريق الواتساب الشخصي تحصلون موجود على مواقع التواصل اللي هو انستغرام وعلى الفيسبوك بعد موجود عندنا، فممكن تتواصلون اي وقت. حياكم الله يا اخوان. شكرا جزيلا استاذ حميد، نورتنا اليوم. العفو خاطري عظيم. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.